فيلتر، درت سون فيلتر حيت بركه من الفيلتر، عييت من افيك لو فيلتر. انا كنعجبكم سبونطاني ترانسبارونت، دونك صافي خاصني نكون سبونطاني معكم في كل شيء في كل شيء. خويا انا راه كنت كنضحك، انتما اللي بغيتو تبقاو شادين في ديك الهضره. راه قلت شحال من حاجه ديما كنقول، انا ما كنسكتش. انتما بغيتو تبقاو شادين في ديك الدراري ما فيهمش الثقه. انا ما فيهاش الثقه. لا كنضحك. في ما يبقى إكارلا فون غوفنيغ أميكم أفون أو با أي لوف يو. ويلا ما رجعوش ماما ما يبا وكارلا لما رجعوا صحابات شغيطرة. شكون ما يبا؟ المهم واحد جوج بنات لما رجعوا صحابات شغيطرة. هادي كدير صاحبه والأخرى غدير صاحبه. أوبينيون بوغ الألبوم كاميليون. ماما كي كومون تشا تخوفي الألبوم ديال توتو؟ توتو؟ توب توب دي توب. الله أنا؟ صبغت شعري غادي نقرع والله غنقرع، ولا قرعيت ما بقاش ندير، ما بقيتش نبان، نتعقد من الاخر. لا مشيت لي، لا كذب عليك. جاوبني انت علاش انا كندخل الخاطر بسهوله؟ اه مالي بصح كندخل الخاطر والله يتا بزاف تبارك الله. خلصت هذيك اللايف الله خلي حتى تشوف الدري. خليك غير في الصوت، عندك ما دير بالصورة، خليك غير في الصوت. تبولو غير بالزعمة، غير بالنفس وباش مآمنة في بلادنا، واخا بزاف يضحكوا علينا كي صحابيهم غادي نفشلو غادي تهرس لينا الكانة، ولاو بغاو يكونوا صحابنا، حتى دابا عاد بغاو يبانو حدانا، نساوني معانا راه معانا من الأول ماشي حتى دابا. حضرت دابا لواحد لا كونفيرساسيون قالت ليها بنتها راه تمضغها وما تسرطهاش. زعما راه ما تخلاش عليها زعما مالغري تو راه ما كيفاش تمضغي وما تسرطها زعما كيفاش دابا انت ماما تمضغيني وما تسرط لا لمضغتينا سرطيني جيني ما نخليش لي ضربك ضربيني وما تخليش ضربيني يعني نهرسك ونديك نداويك ونديك نداويك ولكن ما نخليش شي عدل تمضغني وما تسرطنيش ولا مضغتني غتبغصني غير تسرطني جنو تخرج مني جنو تخرجيني زعما تمضغيني فمك شنو هاد الامثله ديال الله يحسن العوان تمضغها وما تسرطاش هذا المثل كيخلع هذا كيخلع شرا الخوف تركبوا فينا الخوف السلام عليكم الاصدقاء ديالي جيت غنعلمكم انا ديما كنجيب لكم لي بون بلون جيت دابا نقول لكم راه غيحلوا واحد الشارع دابا غيتستفوا فيه الناس سميتو شارع النخيل كل غيشد نخله هاو غادي يدير عليها داك ليزار ماشي ليزار قولي لي انتي البرنتك البرنتك حمر وغيشدو الصوف ابيض زعما هذاك راه البرنتك حمر هذوك ما عرفناش شنو هما حيت لان هما براسهم ما عارفينش شنو هما غير كيحطوا البرنتك حمر كيجي مع الخضر وواحد العيبات الصوف بيضه زعما الثلج زعما الثلج المهم غيتتفوا دوك الناس وغيشدوا كراطن غيعمرهم بالحوايج وغيلوعدوهم بابي كادو بزاف وشي بوشيطات ديال لي ماغ كيحطوهم او غيلبسوا تقاشر وتريكوات سخان وغيتصوروا حداهم هما دابا براسهم ما عرفوش علاش ساكنين في داك الشارع النخيل ولكن هما كل عام كي بحال قلتي ديك خاجي من الخريف كيبقى الجو كيكون كي الجو براسو كيخرف ما هو برد ما هو الشتا النخيل جات فيها خاق وقيلا الخا هذه هي اللي فيها المشكل جاو دوك صحابات مبروك ثلاث وكي الله يدخل عليك الخميس بالصحه والسلامه ومبروك المسيره الخضراء غتعيط لي غتقول لي ميري خريسميس لا قبلاش حيت ما غتجي معاه لا اطوا ايغالمون لا بروسوان دو توا بلا ما تعيطي هي ماشي مشكل كنتي عندك شي طيراس اللي كطلع على تيلج والهاسكي والناس كيديروا الباتيناج ديريها جات معاك ولكن انت عندك الشرجم كيطلع على صالون سينا ما بلانش